السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس كتير بتاخد المضادات الحيوية بطريقة غلط وبدون وصف الدكتور، علشان كده ممكن يحصل لهم مشاكل كتيرة هم في غنى عنها. هقولك على أهم النصايح اللي لازم تاخد بالك منها لو كنت بتاخد مضادات حيوية أو قبل ما تاخد المضادات الحيوية. أول حاجة، ما تاخدش أي مضاد حيوي إلا بعد ما تستشير الدكتور، وما ينفعش تشتري أي مضاد حيوي من الصيدلية بدون وصف الطبيب، وما تاخدش أي مضاد حيوي موصوف لمريض تاني على إنه نفس حالتك، لأنه ممكن ما يناسبش حالتك. تاني حاجة، لازم تلتزم بجرعات المضاد الحيوي في المواعيد اللي حددها لك الدكتور. تالت حاجة، لازم تكمل المدة الكاملة للعلاج زي ما الدكتور قال لك، يعني ما ينفعش توقف المضاد الحيوي بعد يوم او يومين او ثلاثة لما تحس انك بقيت كويس، لان ده ممكن يسبب مقاومة البكتيريا للمضاد الحيوي. رابع حاجة، لازم تعرف من الدكتور هتاخد الدواء على معدة فاضية ولا بعد الاكل، ان في بعض الاطعمة لازم تتجنبها وانت بتاخد المضاد الحيوي، زي مثلا ادوية التتراسايكلين لانها بتتاثر بالاطعمة اللي فيها كالسيوم زي الالبان والاجبان. خامس حاجة، الادوية اللي في صورة راس اوعى تطحنها او تكسرها، لان ده ممكن يقلل من تأثيرها ويسرع من امتصاصها، في حين ان الادوية دي بيكون محتاجة وقت طويل جدا في المعدة علشان تمتص وتدوب علشان تعطي مفعولها. سادس حاجة، لازم ترج الدواء قبل ما تستخدمه لو كان في صورة سائل. سابع حاجة، لازم تستخدم المعلقة الموجودة داخل العلبة علشان الجرعة تكون سليمة. تامن حاجة، لازم تقرأ تاريخ الصلاحية على العلبة وما تاخدش الدواء بعد انتهاء الصلاحية. تاسع حاجة، جرعات المضاد الحيوي بتختلف من دواء لدواء على حسب عمر ووزن والحالة الصحية بتاعة المريض، يعني اللي عنده ضغط، اللي عنده مشاكل بالكبد، اللي عنده مشاكل بالكلى او عنده مشاكل بالقلب. عاشر حاجة، بعد ما تحل الدواء وتستخدمه لازم تحفظه في التلاجة لمدة لا تزيد عن اسبوعين. لو نسيت تاخد الدواء في ميعاده خده في اقرب وقت ممكن عشان تحافظ على كميته ثابتة في الجسم، لكن لو ميعاد الجرعة التانية قرب ما ينفعش تاخد الجرعة اللي نسيتها قريب من الجرعة التانية، وما ينفعش لما الجرعة التانية تيجي تضاعفها علشان تعوض النقص اللي حصل. قبل ما تاخد اي دواء لازم تعرف الدكتور لو عندك اي حساسية من نفس الدواء لو كنت تعرفه او من ادوية تانية. برضه لازم تقول للدكتور لو كنت بتاخد أدوية تانية أو عندك مشاكل صحية، لأن المضادات الحيوية بتزيد من مفعول أدوية السيولة زي الوارفرين وتقلل من مفعول أدوية منع الحمل وتتداخل مع أدوية مضادات الحموضة. لو المريضة حامل لازم تقول للدكتور. لو هتاخد أدوية التتراسايكلين لازم ما تتعرضش للشمس عشان ما يحصلش أي مشاكل جلدية، ولازم تستخدم واقي للشمس. في كبار السن بيكون المضادات الحيوية أمنة، لكن لازم تراعي برضو وظائف الكلى ووظائف الكبد ووظائف القلب. في حالة الحمل لازم المريضة تتجنب أدوية التتراسايكلين والكوينيلونز لأنها بتأثر على الحمل. في حالة الرضاعة لازم تقولي للدكتور برضو إن أنت بترضعي علشان بعض الأدوية ممكن تسبب حساسية للطفل وتعمل له إسهال أو طفح جلدي. في حالة الرضاعة برضو ممنوع أدوية التتراسايكلين لأنها بتغير لون أسنان الطفل، وبرضو ممنوع أدوية الكوينيلونز لأنها بتسبب أضرار على المفاصل. بعد ما تاخد المضاد الحيوي لو ظهر عليك اعراض زي ضيق التنفس او ضيق بالصدر او صعوبه في التنفس او حراره او حكه او حتى زرقه بالجلد، لازم تتصل بالدكتور بتاعك او تتصل باقرب مستشفى. المضادات الحيويه ما تتاخدش في حالات الالتهابات الفيروسيه، لان المضادات الحيويه مسؤوله عن مكافحه البكتيريا مش الفيروسات. زي مثلا في حالات البرد والانفلونزا ممنوع تاخد مضاد حيوي الا لو سببت مضاعفات زي الالتهابات الرئويه. المضادات الحيوية ما تتاخدش في حالات الالتهابات المضادية زي التهاب المفاصل الروماتويدي وخشونة المفاصل، لأن الحالات دي ما فيهاش عدوى بكتيرية. دي أهم النصايح والتعليمات اللي لازم تاخد بالك منها لو كنت بتاخد مضاد حيوي أو قبل ما تاخد المضاد الحيوي عشان ما يحصلش المشاكل اللي احنا قلنا عليها. لو عندك أي استفسار أو سؤال بخصوص الموضوع اكتب لنا في التعليقات تحت الفيديو واحنا هنرد عليك. بتمنى يكون الفيديو عجبك وأفادك، ولو الفيديو عجبك وأفادك ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو. بتمنى لكم الصحة والعافية. كان معاكم دكتور طارق تركي، استشاري جراحة العظام والعناية بالقدم والقدم السكري. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وآخر دعوانا أنا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.